السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني متابعي الكرام أينما كنتم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، كثير من الناس إن لم نقل الأغلبية يقول لك أنا دعوت الله سبحانه وتعالى مرارا وتكرارا ولم يستجب لي، فما هي الأسباب؟ فكثير من الناس تقنط بسرعة، وكثير من الناس يقول لك أنا دعوت ولم يستجب لي، ولماذا أنا أدعي بالسيئة أحيانا عند الغضب فيتقع، وعندما أدعي بالحسنة لا تقع، ولماذا هذا يعني لا يصلي ولا يعبد الله والله يعطيه كلما دعا وكلما قال كلمة تتحقق له ويزده الله في ماله. هذا موضوع إخواني الكرام يعلمه الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لو كانت الدنيا هذه كلها تساوي عنده جناح بعوضة ما سقى فيها كافرا شربة ماء. والله له حديث قدسي يقول: لو لم أكن أخشى على عبادي الصالحين من الفتنة لشيدت للكافرين بروجا عالية من ذهب. فأخي أو أختي المؤمن بالله، الله سبحانه وتعالى علمنا كثير من الأشياء وبعث لنا الرسول صلى الله عليه وسلم نعمة يعني وكنز عظيم جدا. فالرسول علمنا أوقات يستجاب فيها الدعاء، هذه الأوقات لو استغلها العبد المؤمن ودعا فيها ربه بإخلاص وضمير وقلب صادق وتضرع ودمعة أسف وحزن ودمعة ترجي لله سبحانه وتعالى، يعني وعد على الله أن يستجيب له، لأنه قال في القرآن: ادعوني أستجب لكم. وقال أيضا: إذا سألك عني عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني الأمر واضح. إذن إخواني الكرام، هناك 11 وقت معين تستطيع أن تدعو فيها الله ويستجاب لك بإذن الله. الاستجابة تكون على 3 مراحل أو 3 يعني تفصيلات يمكن أن نحددها، يا إما في الحين، يا إما أن تؤجل لوقت معلوم، يا إما أن تدخر لك ليوم القيامة. وأظن أن الله سبحانه وتعالى كريم ورحيم، فيكرم الإنسان في دنياه وفي آخرته. أول هذه الأوقات هو الدعاء في الثلث الأخير من الليل، وخاصة إذا تحمل الإنسان مشقة البرد وبرد الماء وتوضأ واتجه إلى ربه في الثلث الأخير من الليل، يعني قبل صلاة الصبح، ودعا ربه يعني ولا أحد يراه، ونزلت دموع الحق. هذه أنا أقول دموع الحق، ليس دموع الرياء والكذب والنفاق، فلأنه يعني هذا الإنسان يدعو ربه، يخاطب ملك الملوك الذي يعلم ما في النفوس. فيمكن أن نكذب على أي شخص، لكن ربي مستحيل أن نكذب عليه، فهنا تستجاب الدعوة بإذن الله. استجابة الدعاء يمكن أن يكون إخواني الكرام في 10 الأواخر من رمضان، يقول لك في ليلة القدر بعض العلماء، لكن نحن لا نعلم متى تأتي ليلة القدر، في أي ليلة. المهم أو المهم إخواني أن في 10 الأواخر يركز عن الدعاء الإنسان، ويركز عن كثرة العبادات، فيستجاب له بإذن الله، أبواب السماء تكون مفتوحة. عند نزول المطر أبواب السماء تكون مفتوحة ويقبل منك الدعاء، هذا كله طاعة لله سبحانه وتعالى. فعند نزول المطر ارفع يديك لله سبحانه وتعالى واطلب وسل ما شئت، فإنه يستجاب لك بإذن الله. وقت ما تكون متضايق واشتد عليك الكرب، وعندما تكون مريض واشتد بك المرض، ادعو الله يستجاب لك، لأن الله دائما موجود يعني عند رأس المريض كما يقال، والذي في شدة والذي هو في كرب يكون في اختبار في ابتلاء، فالله يراقبه يعني مراقبة يعني كما يقال شديدة جدا، مركز عليه رب العالمين ليراه ماذا هو فاعل، هل هو صابر أم قانط. وإذا دعا فإنه يستجاب له بإذن الله. عندما أخي الكريم تكون في الحج أو العمرة، أو تعرف شخص أمك أبوك أخوك، قل له يدعي لك في العمرة، وهذا يسمى دعاء في ظهر غيب، سنتعرض عليه يعني إليه في هذا الفيديو إن شاء الله. فالدعاء في الحج أو وقت الحج أو وقت العمرة مستجاب بإذن الله السميع العليم، فلا تفرط في هذه الفرصة. أيضا أخي الكريم وأختي، عندما تكون مسافر إلى بلد آخر، بلد أو مسافر إلى مكان يعني كيلومترات فيه كثيرة، ادعي ربك في دعاء للسفر وأطلب من ربك التيسير في الأمر، فإنه إن شاء الله يقضى لك ويستجاب دعاؤك بإذن الله. في يوم الجمعة عندما ينادي على الصلاة، عندما يكون الإمام رافع يده ويدعي وأنت تقول آمين، يستجاب لك. عند سماع الآذان يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة،
ارفع يديك لله سبحانه وتعالى واطلب وسل ما شئت يقضى لك أمرك إن شاء الله. أخواني الكرام، عند الصلاة في أي وقت، ظهر، عصر، صبح، يعني في أي وقت ادعي ربك، وخاصة وقت ما تسجد إلى الله أطل سجودك، لأن فيه فائدة كبيرة لك. إطالة السجود الأرض تبتلع وتمتص منك طاقة سلبية، شحنات سلبية، والله يستجيب لك لأنك قريب جدا من ربك. فوقت السجود مهم جدا عند الصلاة. وأيضا إخواني الكرام، عندما تسمع الآذان، أي آذان كان، ومن أفضل أوقات الآذان عندما تسمع آذان المغرب، يعني ما شاء الله. ومن هنا ننطلق إخواني الكرام إلى دعوة الصائم. دعوة الصائم مقبولة بإذن الله إخواني الكرام. الصائم تقبل له الدعوة، وخاصة وقت إقامة أو وقت سماع آذان المغرب، فإن دعوه لا ترد أبدا بإذن الله السميع العليم. عندما أنتم إخواني تدعون لبعضكم في بظهر غيب، عندما أنت تدعي لأخوك بظهر غيب، عندما أخ يدعي لأخته بظهر غيب، عندما أخت تحب أختها بظهر غيب، نحن كلنا إخوة، نحن كلنا أبناء آدم وحواء، فنحن إخوة. فعندما ندعي لبعضنا و يعني لا نخبر أننا دعونا له، نقول له مثلا ربي يسر لك أمرك، ربي يرزقك ما تتمنى، الله يكرمك ويعطيك ما يعني كل ما حرمت منه بظهر غيب، أنا أدعي له لأن نيتي صادقة. وهذا ما ينقصنا في هذا الزمن، تستجاب الدعوة بإذن الله. وأخيرا إخوان الكرام، تعلمون أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، لا ترد أبدا. دعوة المظلوم تستجاب في الحين إخوان الكرام. هكذا أكون قد حوصلت لكم أوقات وحالات استجابة الدعوة، فطبقوها لعلكم تفلحون في الحياة الدنيا والآخرة إن شاء الله. فالآخرة بيد الله، والدنيا نصيحة كما تعلمون، وما علينا إلا أن ننصح الناس لعلهم، أنا أبحث عن الأجر والحسنات من عند الله كي الله يغفر لي، وأنتم أيضا تبحثون عن الفرج والرزق والخير ومغفرة الذنوب. فلندعي لبعضنا بظهر غيب، ولعل الله سبحانه وتعالى تكون هذه ساعة استجابة، إن شاء الله تكون ساعة استجابة، ليفرج الله عنا جميع همومنا، ويرفع عنا هذا الوباء، ويحسن من حالنا، ويهدينا إلى صراط مستقيم. لم يبق لي إخواني الكرام إلا أن أستودعكم الله رب العالمين الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعاية الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.